أهلا بكم في مرايا. ست دول هي المجموعة العربية الخليجية، هي محور السياسة العربية في الإقليم الآن بفضل تغليب المنطق داخلها، منطق التعاون على كل اعتبار آخر. صمدت دول مجلس التعاون الخليجي وحافظت على خيمتها من أعاصير السياسة وزلازل الحروب طيلة 34 عام. هي عمر مجلس التعاون الخليجي منذ أول قمة لهم في أبوظبي وحتى اليوم. ما يجعل أي تجمع يبقى ويستمر ليس الرغبات الخيرة فقط مع أهميتها الأساسية، بل وجود مصالح مشتركة وغالبة تجعل إبقاء هذه المنظومة حاجة للجميع، خاصة في لحظات الخطر والأزمات. ومن أشهر هذه اللحظات كانت لحظة احتلال الكويت من قبل جيش صدام، واصطفاف دول الخليج للدفاع عن الكويت وتحريرها ضمن التحالف الدولي الذي استضافته السعودية وقادته أمريكا في حينها. من أشهر لحظات الخطر أيضا لامتحان هذه المنظومة كانت إحباط المؤامرة الإيرانية لإسقاط البحرين باستغلال فوضى ما سمي بالربيع العربي. ولكن كانت دول الخليج على الموعد، وتحرك درع الجزيرة تحركه الشهير بطلب من البحرين نفسها. هذه وغيرها من أسباب استمرار هذا التجمع الصامد في اللحظة التي انهارت فيها تجمعات إقليمية أخرى مثل مجلس التعاون العربي في وقت مضى، أو شلت منظومات أخرى مثل الاتحاد المغاربي. هل يعني ذلك أن التجمع الخليجي هذا لم يتعرض إلى لحظات حساسة وحرجة وخلافات فعلية؟ لا، بل تعرض لذلك وهذا هو المتوقع، وحصلت خلافات على الحدود والسياسات والاقتصاد والموارد والإجراءات المصرفية والاقتصادية وصيغة المستقبل للعمل الخليجي. كل هذا صحيح ومعلوم للجميع، ولكن ماذا بقي في الأخير؟ بقيت دول الخليج تواجه تحدياتها بصبر وعزم وحزم، تسعى إلى التطوير والتحديث، وأن يرى أهل الخليج شعوب الخليج منافع هذه العلاقة على شكل تسهيلات في التنقل والأمن والتجارة. وهذا هو السر الذي سيمد جسد الخليج بالحياة، نفع الناس وربطهم ببعض من خلال ربط مصالحهم ببعضها. بقي مجلس التعاون الخليجي رغم كل الصعاب الداخلية والخارجية ينمو ويشتد عضده، وها هي دول الخليج تذهب بوفد واحد، خطاب واحد إلى الدولة الأوحد في العالم أمريكا وتقول ها أنا ذا. ولقد أصغت واشنطن سمعها إلى الخليج، وهو يتكلم بصوت واحد يحمل نسائم الصحراء ودوي الوديان واصطفاق أمواج الخليج. هذا الشريان المائي المسمى بالخليج ليس مجرد معبر للتجارة أو الحروب أو الصيد، بل هو قبل وبعد شريان الحياة ومعبر العواطف ونقال الناس والعوائل والقرابات من جزره لضفافه الشمالية والشرقية والجنوبية. إنه الشاهد والحفيظ على قصة مجلس التعاون الخليجي نفسه. في 25 من مايو عام 1981 توصل قادة دول الخليج في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين. اتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرا دائما له. جاء تأسيس المجلس في ظروف حساسة بعد قيام دولة الخميني في إيران. من أبرز إنجازات المجلس تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة في 10 من أكتوبر عام 1982 لحفظ أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة أي تهديد خارجي. ساهم المجلس منذ تأسيسه بمهام دفاعية وأمنية
عبر قواته المشتركة، منها تحرير الكويت وفرض الاستقرار في البحرين ومواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن. سعى المجلس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وضع برامج للعمل المشترك. واجه المجلس اختلافات حادة بين أعضائه، لكنه صمد متماسكا يحتفل بمرور 34 عاما على تأسيسه. ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 من شهر مايو 1981 ذكرى راسخة في أذهان أبناء دول المجلس وعالقة في ذاكرة التاريخ. هناك ثمرات لمسها أهل الخليج لتعاونهم، منها التنقل بين دوله بالهوية الوطنية، التملك، الاستثمار، العمل على الاتحاد الجمركي وقطار الخليج، وتدشين مشروع الربط الكهربائي في 2009، وشرطة خليجية موحدة مقرها الإمارات، وقيادة أركان خليجية في الرياض، ومكتب تمثيل خليجي في الأمم المتحدة بفيينا، وغير هذا كثير آت أو سيأتي. هو صمغ بقاء هذه العلاقات بين الستة الأقطار منذ البدايات، وكان هذا هو الرجاء. حضار ما فيهم دخيل ونزيعة، توحيد كلمتنا لها بعد وإسرار، والحب والجمع ذهاب الهزيعة، والدم واحد والعرب دمهم حار، واللي يفتر دمنا ما نطيع، نبلع خطى المخطي ولو صار ما صار، والريعة للحق حتى يريع، والمليا حول سوى يطفي النار، وصار متفرق قليل النفيع، وما وقف هذا لهذا فالأخطار، سوق العوافي من شرابه يبيع. ست دول تكون هوية خليجية واحدة تزداد مع الأيام تجذرا في العقل والوجدان. من بداية القصة وقد كان التعاون والتضافر لدرء المخاطر عن أهل الخليج هو الدستور الحاكم، فالكل للواحد والواحد للكل، والاتحاد قوة، والوحدة التي كانت هدفا لعبد الله بن عبد العزيز رحمه الله هي الغاية النهائية لقطار الخليج هذا. قال الشاعر مسكين الدارمي: أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناحي. إلى اللقاء.